ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين. مرحبا، يمكن رح يكون مفاجئ لكم أنه تعرفوا أنه تجارة المخدرات هي ثالث أكبر تجارة بعد النفط والسلاح، وبيوصل حجم تجارة المخدرات بالعالم ل 800 مليار دولار سنوياً أو 8% من حجم التجارة العالمية، وتخطى حجم تجارة المخدرات بالاتحاد الأوروبي عتبة 100 مليار دولار. هاي الأموال كلها هي أموال غير مشروعة وغير قانونية، وبالتالي تعتبر مؤثر سلبي كبير على الاقتصاد القومي لأي دولة من الدول المنتجة أو المستهلكة للمخدرات. بالنسبة للدول المنتجة، تتمثل خسارتها الاقتصادية بتجمع الثروة المالية الناتجة من زراعة وتهريب المخدرات بإيد عدد كتير قليل من الأشخاص يلي هن زعماء العصابات يلي بتتولى توريد المخدرات. أما العاملين بالمزارع فما بيتلقوا على عملهم إلا مبالغ كتير قليلة ما بتكفي ببعض الأحيان للأكل والشرب. مشان هيك منشوف أكثر الدول زراعة للمخدرات هي نفسها أفقر الدول مثل أفغانستان يلي هي المصدر الأول للمخدرات بالعالم، وميانمار وكولومبيا، وبعض دول أمريكا الجنوبية يلي بتنتج 90% من نسبة الكوكايين المتداولة بالعالم. وطبعاً مثل ما قلت لكم، العائدات المالية من المخدرات بتتركز بإيد زعماء العصابات والمافيات يلي بتشرف على هي التجارة، وبيتم تبييضها بطرق ومشاريع مختلفة ظاهرها قانوني وباطنها تجارة مخدرات. من جهة تانية بيتم استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لزراعة المخدرات. هاي المزارع هي خسارة اقتصادية بالنسبة للبلد، أولاً بسبب إزالة الغابات الموجودة حواليها، وتانياً لأنه لو انزرعت محاصيل عادية فرح تعمل اكتفاء ذاتي بعدد من المحاصيل وتنشط تجارة المحاصيل الزراعية المزروعة، وهذا أثر سلبي تاني على الاقتصاد القومي للدول المصدرة للمخدرات. ومن جهة ثالثة بيأثر انتشار المخدرات بأي بلد على القطاعات الاقتصادية الثانية، ويلي أهمها السياحة والاستثمار. يعني ما حدا رح يروح يصرف مصاري ويعمل سياحة ببلد بتنتشر فيه المخدرات انتشار كبير، أو يعمل مشروع استثماري بهيك مكان أقل ما يمكن وصفه بأنه غير مستقر. الدول المستوردة والمستهلكة فكمان بتشكل المخدرات تحدي اقتصادي كبير لإلها واستنزاف مالي هائل، نظراً للمبالغ الضخمة يلي بيتم توظيفها لمكافحة المخدرات، من تجهيز فرق أمنية خاصة مهمتها مطاردة التجار، وتوفير أجهزة خاصة لكشف المخدرات خاصة بالمطارات والمراكز الحدودية، وتجهيز مصحات لعلاج المدمنين ومراكز مكافحة ومراكز إعادة تأهيل وبرامج دعم ومراكز توعية وغيرها. هاي التكاليف عم توصل لملايين الدولارات سنوياً عم بيتم إنفاقها على مكافحة المخدرات بدل ما يتم إنفاقها على المشاريع التنموية اللي بترفع اقتصاد البلد، وبيتم سنوياً إنفاق أكثر من 170 مليون دولار على مكافحة المخدرات بالعالم. أما على الصعيد الشخصي فكمان المخدرات بتشكل واحدة من أكبر التهديدات على اقتصاد الفرد المدمن يلي بكتير حالات بيبيع كل شي عنده مقابل جرعة مخدرات، وبالإضافة لهيك المخدرات هي سبب مباشر لخسارة كبيرة بالثروة البشرية. فمثلاً بلغ عدد الوفيات بالعالم بسبب المخدرات أكثر من 207,000 حالة سنة 2014. كل هاد ولسه ما حكينا كل شيء من الآثار الاقتصادية المدمرة للمخدرات على صعيد الفرد والمجتمع والدولة. إذا عندكم معلومات تانية حابين تشاركونا فيها فيكن تكتبوها بالتعليقات أو تراسلونا عبر موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.